السلامة خالتي شريفة. مرحبا بيك زارتنا البركة. تحوسي من غير بافيت خالتي شريفة؟ هاي وريني صحيت خالتي شريفة. مرحبا بيك. بيك عايش كاش. لاباس عليك؟ منين جيتنا خالتي شريفة؟ من الجبل الأحمر. من الجبل الأحمر. تحية لأهالينا في الجبل الأحمر. هاي خالتي شريفة تتبع في البرنامج هذا؟ تبع فيها باهي تحبني يا جعفر انا نحبك برك مش انا برك العالم مجمع يحب يا عايش خالتي شريف حتى نحبك ياسر خالتي شريف ان شاء الله ربي يحفظك ويعطيك ما تتمنى عايش ان شاء الله فرحان حجيتي ربي ان شاء الله يكتب لنا لينا ولأمك محمد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا خالتي شريف خالتي شريف باش ما نعطلوكش حسب رايك شكون مستدعيك ولا حسب رايك انت مش كنتي هي بنتي أما لا غالب كنتك اللي هي مرت ولدك تتسمى مرت ولدي اللي هي بنتي قلتي بنتي هي بنتي من نهار اللي جيت نخطب فيها قلت لها هاي هاي ياك هو كو راك بنتي هاي ياك هو هذاك هو هاي شوف شكون صدعك لا هذه مش كنتي مش بنتي هذه تجي مرت خوها مرت خوها هذوما اللي كانوا سبب في فريقهم لحظة خالتي شريفة اي جعفر تعرف على الجيت هذه خالتي شريفة اي على الجيت على خاطر كنتك ما تنجمش تتكلم نهار الخميس انا وكنتي قاعدين على القبر كل ما نمشي للجبانة نلقاها نبداو نتكلموا يا زينة يا زينة نهار الخميس بركة الخميس هذا انا وياها ما ساعة قاعدين انا وياها على القبر الاربعة وهم مالي اللي بيعوا الزوال الكل اسهلهم وانا يا زينة بنيت يا زينة بنيت علاش هكا تو هو يخوك يعملها وتوحل فيكم الزوز يفرقكم من بعضكم متعارك انت وراجلك تقولي لا لا متعاركين لا شيء راه خرج يجيب في شويه ماء قالت له برمشي هي مرته هي مسكينه ما تنجمش تكلم بالكدا ولا تمشي اما الكلام وعندها يدها راني مش نكره فيها راه ثم ربي وشبر الطفله خاتيها نقسم بربي والله لا يروح بيا لطف عليك لطف عليك لطف عليك بنتي خاتيها السبب والداء هما فاميليتها اخوها هذا يا محمد ضربوا المره الاولى جي برضه يكلمني ونقول له عايش ولدي تجي هي تجيب ولادها وتجي جربوا المره الثانيه كيف هو يجي للدار يقول لي يا من نقول له رد بك تحط يدك عليه راه اكبر منك يجي حاسيلو المره الرابعه اللي ضربوا فيها اللي تحرق فيها ولده في الدار غادي ها كلم فيها يا زينة كلم فيها وبيدو يا زينة ايش هنا كلم فيها ثم ربي راه وجيب خدمه نحلف لك عليها وهي ما زالت موجوده وين تجي مرا مجلوطه استنى ليه تم شريفة لحظه سامحني عايش ولدي خاطر شريف خلينا نقول كلمتين ما باش ناخذ راحتي في الكلام وين باش تجي المرا ليه تمشي وتجي هي ما مريضه هي مريضه يا ولدي تمشي تقعد بال 15 يوم وبالشهر حذايا راهو راهي هي الطفله بنتي وجه يمشي للجيران وين المذيع اللي جاتني البارح والولد قل له شي يحكيه لك حومة كاملة شي يحكيه لك على ولدي وشي يحكيه لك عليها هي هذه بنتي أنا وشي يحكيه لك عليها أنا عمري منظر أنا حماه مش حماه أنا أم والنهار اللي نخطب فيها قلت له راني باش نخرجك من دار أمك وتدخل لداري أنا ويا جعفر عندك واحد من الجبل اللي يعرفك وقال لي برا الجعفر وتوا هو بيد وقال لي تو نكلمه ونقول له نقسم بربي يا جعفر إلاني شكون وذي؟ اسمه أحمد لاني حماء شوف المخبي والمدرق الكنتي خوات مذهب هاي مازالت موجودة كنت جيت تقول لكم هي راه نهار الخميس قالوا لها أمك معاك قالت لهم لا تجيب لي في الحوايج ولادي ما شريت لهمش قالت لهم هي تجيب لأولادها ليه خالتي شريفة باش نحكي لك حكاية اسمعني تو ملا أنت قاعدة هذه كيفاش تسمى مرت خو اي نعرفها مرت خوها مرت خوها خلينا نكملك عاد اسمعني خالتي شريفة نسمعك هما في الحقيقة من الأول بالكل والناس حاضرة لهنا وأنت باش تفرجي في الحلقة شكروك ياسر شكروك وقالت عمرنا مارينا مرأة كيما المرأة هذه كلامي صحيح ولا غلط؟ والله العظيم قالوا عمرنا مارينا حاجة أنا نسأل فيها هذه مرت خوها نقولها المرأة هذه حماتها مرأة بيه قالت ولا أروع
ما ريناش مرا كيفها هكا ولا ليه؟ به وقتاش تبدلت المعطيات يا حاج؟ انا اليوم ننساو الماضي. وقتاش بدلت المعطيات؟ بدلت المعطيات كي المراه هذه مرضت طاحت تخليتوا عليها، فهمتي؟ لا لا به هاي معك ما تخليتش عليها يا جعفر. باهي نحب نفهم انا الليله خاطر انت مراه باهيه. اسمع ايش نقول لك؟ حسب كوننا كنت كي مرضت هي في وسط الكلينيك وانا مع ولادي في دارها وهي في السبيطار في هما هزوها للرابطه. ما فماش الرابطه اللي تصور حشيك المخ انا ما نعرفش عليها هاك اللي تصور سكانير اي باش يشوفوها. قالوا مش نعملوا باش نعملوا هزوها قالوا الفلوس وما الفلوس الحسيد ودبرنا وكل شيء وهزيناها تصورت باش يرجعوها للرابطه. اي تلفتت اختها وراجل هذه قالت لا شيش الرابطه تقعد هنا في الكلينيك. ما يسالش يا حاج. استنى جاتك الهدر يتلاو بها اكثر. استنى قعدت في الكلينيك عديو شافوا لها الدم قعدوا يعالجوا فيها كل شيء. يجي فريد خوك خو بنتي هذي مرت ولدي قال لهم الراجل ما في حلوش وبطال ماكم توا الحمد لله ولاباس هيا نرجعوها للرابطه. للرابطه اي الراجل ما في حلوش وبطال. شكون بطال؟ ولدي بطال. ما يخدمش؟ ما يخدمش بطال وقاعد من يجري لمرته من هنا ومن غادي يعاونوه الناس الكل منهم واحد حشيك. حاجه لحظه لحظه خليني ناخذ نعطيه. قالت يخدم في مغاز. كان يخدم هي حبلت من هنا بالولايه بعد ولدي هذايا اللي توفى لي الله يرحمه وينعمه ها بكرو هي حبلت من هنا وما خرجوهم 12 واحد تو يخدم؟ توا تبطال ها هو برا مورات الصحفيه البارح تبكي عليه سيدي ما نكثرلكش عيط لها وتو تقول لك البارح تبكي عليه ملي مات ولده ما عادش عبد هز عبد وحط عبد ملي مات ولده باهي حاج اسمعها انا اليوم يا حاج ايش نقول لك يا جعفر برحمه اميمتك اسمعني قال لي قالت لك احنا تخلينا عليها احنا ما تخليناش عليها اسمعها لحظه عام هما عام واحد ردوه عامين باهي اسمعين يا حاج تما ربي يا حاج شريفة انا ما نحبش نضر العبيد وما نحبش نعمل يا شريفة ربي يا شريفة لعب ولدي شوف شوف يا شريفة شيفو اسمعيني اسمعيني اسمعها انت ظاهرة زادة ناس طيبة وانت ظاهرة زادة موجوعة وثم ناس يا حاج راهم يكبروا في النفوس اسمعيني طول المرأة هذه الليلة يلزم نحطوها على ريوسنا ومحمد راجلها فهمني ولا كلزم نتدخل انا يا خويا ترجع المياه لمجاريها ونطوي صفحة الماضي ونترحموا على ولدنا هذاك ادم فهمتني ولا ونغزروا القدام باش محمد ولدك ما يضيعش والمرأة هذه ما تضيعش لو كان ثم مكتوب يا رسول الله لو كان ما ثماش مكتوب يتفارقوا بالحسنى به هاي معاك الله شريف عسلامة خد شريف سلم فيش محمد وانا اللي فرقناهم علاش؟ اي السبب محمد شكور. علاش تكلم هو؟ استنى استنى علاش تكلم علاش تكلم شو يا علاش تكلم؟ ريم اخي شباب باش ياخذوه من الارض سامحني خد شريف عاد خلينا نكمل انا وما يسالش من بعد تفضل كمل انت سامحني يا اخي فما واحد مرته مريضه راقده بالفرش والمخده مجلوطه في دارهم وهو يبيت في دارهم سامحني عليه وقتاش؟ وقتاش هذه؟ وقت اللي مرضت زينه هو راقد لا عاد سامحني عاد ما تبداوش فما ربي وفما شبر باش نرقدوا فيه في الارض فما ربي فما ربي يخزر لنا من فوق وفما ربي وفما جيرين صحيح وفما جيرين تشهد من الحرف للطرف كان يقولوا لك من اللي تجلطت زينه شفنا محمد الهادي في الدار انا اللي انت تقولوا كله صحيح انا نقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل بالطبيعه هو وكيل ربي حسبنا الله ونعم الوكيل كي ربي اللي يعمل العبد راه يلقى هو اخوه سامحني هو اخوه كي يشوف اخته هكاكا وهو جاي عباره يطل عليها في السبيطار جاي بدبوز امي وجايه انت وياه مره في القداش باش يتكلم ويقول له سامحني مره بعد قداش سامحني يا خاتي شريف عاد سامحني سامحني عاد باش يتكلم ويقول له سامحني انت تقعد مع مرتك هنا مش جاي تطل عليها ما حشتكش بها قول ما حشتيش بها علاش محمد تكلم علاش احنا محمد هادي نكرهوه مع مرته وقت اللي كان محمد وضربه محمد هادي نكرهوه ضربه ايه لا لا اختي اختي اسمعني 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 ضربه ما ضربوش لا ما والله ضربه يا جعفر صدقني والله شوف ما شهور لحظة هو لحظة ما شاء الله لحظة 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 شو يا جعفر هاي الهدرة كيفين
لحظه لحظه ضربوا لحظه يا حاج لحظه يا حاج انت من اول الحلقه لتو برجوليه والناس تتفرج عليه تفهم اعطيني معلومه واحده ضربوا تعاركوا بوني والله بالكلام قال له سامحني انت جاي تطل عليها اخي جاي سؤالي واضح ما ضربوش ثم ثم عنف متبادل والله ليه ليه ثم عرفي فما شو متبادل الجمله باهي اغزلي اغزلي يا سيدي فلنفترض انه ثم عنف فلنفترض مانيش نشرعوا له العنف اراهم المصارن في الكرش يتعاركوا يا سيدي اخوات ويتعاركوا وتضاربوا تضاربوا مانيش نشرعوا له العنف ولكن صار تناقفوا ما أخوي نطلب السماح نعنقوا بعضنا نعنقوا بعضنا على أساس ما عادش نعاود ما عادش نهز يدي ما عادش فهمتني به أغزلي حاج أنا تو باش نطلب منك طلب وحيد أنت ظاهرة نفس مؤمنة أنت ظاهرة مرة طيبة يا حاج أنا ماذا بيا اليوم في الحلقة متاع الليلة نلقاو شي هكا صياغة أنه نرجعوا المال مجاريه فهمني ولا وأنه نتلهاو بالمرأة هذه كما قلتي أقوى جملة أقوى كلمة بديتي به قلتي بنيتي أنا ماذا بيا نفرق الرمانة وترجع المياه المجاريه هي كان جيت لهنا ها هي هنا هي هنا هي هنا هاي هي أسهلها هاي حاج قل لها وقت البارح يا حاج يا حاج أنا وياك وين هاي 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 زينة أهلا ومي ما عملت معك الدوني هاي 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 أنا عملت معك الدوني نعم ها نعم نجم تنحي البافيت شوية زينة زينة نحي من البافيت اللي نقصتك حاجه من تلايا انا تبدا ما عندكش كي يجي رمضان ولا حاجه نقضي لك قضيتك بنت ميمي ونقول لك خلي قضيتك بنتي لا يامات حذايا ويامات في داركم جو براسك براسك تجيك تجيك قفتك ونقول لك ما طيبش في رمضان شقا فتره كي يجيك صحيح ولا زينه براسك براسك هكا ولا لعل خسستك في حاجه نابتي ونقول لك انا حتى هو ما كيفاش يقولوها ما عندوش وبطال انا نزز عليه نعطيتك 400,000 قلت لك راهو خبيهم عندك باش تلقاهم مصروفك في مطبوك ولا جاوب براسك زين جاوب براسك وقلت لك خليهم هذوكم رد بالك على اولادي يمشيو شو يمرضوا يمشيو شو حاجه من النهار اللي خذيتك خصصتكش في حاجه هاي واش اليوم سبب يا جميم اسمعني بنتي سبب العركه اللي قامت وبعد راجلك عليك شكون السبب؟ راه ثم ربي وانت مريضه وطالبه الشفاء اي 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 شكون السبب؟ خوك ولا؟ لا الجوز كيف كيف أيوة الجوز كيف كيف استوب بيه فهمت أنا توي فهمت أنا أنا فهمت توا الجوز كيف كيف صليوا على النبي صلي على النبي أختي والله أنت ماك حاضرة أنت أنت اليوم جاي محضر بالطبيعة محضر خير بالطبيعة محضر خير ربي يبارك لك هاي سيدي أنا فهمت الحكاية صار إشكال بين خوها ورجلها يصير في أكبر عائلات ولا إيه ناقفوا توا المرأة هذه الله وحد عليها ايش نقول لك؟ انا راني من الساعه الاولى حتى كي مشيت للدار واربعه شهور ونكلم فيها هاي هو كلمها جيب ولادك ويش جيب ولادك ماك مستانسه تجي جيب ولادك قالت لي لا ما تجيش يا زين باهي قالت لي تكلم سي جعفر سينا قالت لك ما تكلمتنيش وقتاش كلمتها؟ ها نقول لك هو هبط في الريشيرشي هبط ريشيرشي كي لقاها في الجبانه كلمت له شرشي لقاتها في الجبانه زينه في الجبانه على شنو النفقه رشرشي على النفقه ولدك رد بالك راهو اسمع فما ربي يا زينه وطالبه الشفاء قداش من مره نكلمك ونقول لك يا زينه ايوه راهو شبر باش ناخذوا من الله يا حاج احنا الكل طالبين الشفاء والله فما قولي الكلنا طالبين الشفاء لا لا على خاطر الاخرى تتكلم وهي تقولي لا لا يا حاج اسمعي لا لا ثم ما عجبتنيش انا اللي هي ثم ربي وطالبه الشفاء ما كأنه هي كنا نحن طالبين الشفاء من الله يا صحيح ربي يبارك ما قالت لكش يا خد شيفة لحظة أختي لحظة هو تو رشرشي على النفقة هو رشرشي حطوا على النفقة و500 ملايين للكنينيك وما ورا للطفلة ورا للبنية هاي البنية كلمها هي تقول لك باهي عندكم 5 ملايين كلينيك كلينيك إيه باهي والنفقة قداش مسال؟ 1,050,000 معناتها الراجل رجلها مسال في 6 ملايين واش اي 6 ملايين واش منين باش 6 ملايين واش هكا ماهوش 1,050,000 زوز ملايين و100 زوز ملايين و100 شكون زاد بس 1,050,000 هاني جيتك لا شيخ هاني جيتك انا جيتك لا زدنا صبيني له النفقه نتاع جون في وفيدري من حقها قداش المونطون زوز ملايين و100 وال وشنو هو الاخر في باليش بحط شيء اخر في بالي بزوز 5 ملايين الكلينيك خلصهم الكلينيك الكلينيك ورا للبنايه المحامي نتاع الكلينيك كلموا قالوا نهار الثلاثاء
يا تجينا نقدم الورقه للمحكمه. هاي بنيك البنايه اللي جات باهي اغزل لي معناتها ولدك مسال في 7 ملايين ايه. اللي هما زوز ملايين النفقه حاجه. استناني كي المركز كي بعث له قال له انت محمد اللي قال له ايه قال له مرتك شاكيه بيك عن النفقه 1,050,000 هكا قال له ايه. والخمسة ملايين بعث له الواحد ما البنايه وراها التليفون قال لها ومازال كي جاني تو قال له نهار قالت له هي ها ونهار الثلاثه هذه قال لها هي نهار الثلاثه قال وين تحبني نمشي. حاج انت شاريه بنتك؟ انا شاريتها ما بعتهاش. باهي هاي تقول لك لحظه زينه المراه هذه نحكيو كان على المراه هذه عامله الباهي اي علاقتك بالمرأة هذه كهو نحكي هي علاقتي بها ما عرف فيها حتي هي ما عندي اسمها تراني مرة ما حد حد زي هي باهية قتلك كيسي هي ما عندي نفهم لا 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 ما أنا عشق نفهم نفهم يا بنتي من العين نفهم أغزر بالتبسيمة تفهم أي كابابلية أي باهي تسالوه زوز ملايين نفقة وهو باش يدفع 5 ملايين كلينيك. لا شريف. نعم. ولدك في اللحظة هذه بطال. بطال يا ولدي. ما يخدمش. ما يخدم ضربة واحدة يعرف اللي البنية قتلها. ما نعرف. قال لها ولدك حاجته بالمرأة هذه. ولدك حاجته بالمرأة هذه. أنا قلت لها إيجا. ولدك لا شريفة أنت عارفين قلت لها إيجا. ولدي أنا ما نعرفش. أنت. أنا فيش أنا على حاجتي بها. شبيه ما جاش هو مثلا. هو هاي راتو الطفل هاي راتو الطفل شبيه عقله ما عادش عليه تحكي لي قالت لي ريتو لابس عليه صحته لابس ليه يا عزيز عمره عيط له عيط له حكيت لي الشريفه في ودني طب اي عيط للولاد البنية هو تعب هو ما تحبش نعملوا حاجه توتير اعصاب عنده تاثر على ولده ماثر ياسر على ولده باهي تحبش نعملوا حاجه ماثر ياسر ونكونوا احنا قاصطه في الخير ونكون انا وليدك قاصطه في الخير. نعملوا الخطوه الاولى والله بالحق فهمني ولا العائلات تزور بعضها تستدعوني على كسكسي انا. سمعتيني ولا؟ لا نسمع فيك. نجيك للجبل تستدعوني على كسكسي. كل وقت. كسكسي صحيتي. ونلموا الشمل نعاودوا نقعدوا انا وياك وولدك وانت موافقه انت؟ تضحكي. زينه مقطع عروق يا رجل. والله ها لا صفقولي على ضحكة زينة الساعة بارك أنا جايك أنت أحضر ما حضرتوش فهمتي ولا إيه؟ أحضر خلينا نسلك أنا راني مش نسعى باش أنت شنو تحب؟ أنا ريتني أنا أقسم بالله بعد تصوير البرنامج وكذا نحدوا نهار وحتى من غير تصوير نمشي أنا اعتبرني وخيك اللي تحبي عليه أنا نعمله اللي تحبي عليه أنت أنا باش نعمله مرحبا بخويا أقسم بالله العظيم هو وعد قدام الناس الكل اللي تحبي عليه أنا نعمله تحبي نرجعوا الشمل أنا هادي هذايا ما نعرفوش أما أنا هادي هذايا برجولية نفهم في البشر الأم هذه مستحيل تجيب واحد خايب والله العظيم ينجم يكون غلط مثلا ينجم يكون غلطوه ينجم كبروا له كذا هو زاد في قد ولده العباد راهي العباد اللطف راهي انا اللي توه الام هذيا يا اخي تتشبهن نحسها خالتي نحسها جداي نحسها امي والله بالحق هاي يا شريفه شوف فيق لي شويه تو الكوره عندك انا شنو اللي تحبني نعم فيق لي شوي تو كل 5 ملايين والزوز ملايين وكذا بحول الله نسعاو والليله يتفضوا هذوكم وندبروهم انا نوعدك انه ندبروهم انا ما عنديش معطيات اما نوعدك تو نهبط على الباج بتاعي ونعمل ابيل يخلصوا هذوكم ثم برشا ولاد حلال ولاد حلال الله يطيحنا بولاد الحلال وبعد علينا ولاد الحرام يا وليدي صحيتي ادعيك والله ادي خلينا نبنك بعد شوي والله وليدي والله ديما ندعي الله يبعد علينا اولاد الحرام هات الشريف بعدهم علينا كي بعد تسمع الوطا ادعي زيد يدعي يالله انا بقيتها علاش؟ انا فرحانه والله يا جعفر صدقني ونهار اليوم ان شاء الله لا نروح لدويرتي لطف عليك بعد مرة يا فرحانه ربي كي عرست لوليدي باش يجيب لي وليدات وفرحانه وطايره بالفرحه
وكيفاش يقولوها ويعلم بيا ربي ها وقت اللي كيفاش يقولوها جاب لي وليدات وفرحانه عمرها هيش غيرتها هاي تصنط وام الناس الكل تصنط واذا كان غيرتها بكلمه تتكلم تقول راهي عملت فيا الى عمري بالعمر غيرتها يا شريف حتى كي مرضت استنى سامحني برحمه امي حتى كي مرضت ساعات هكايا تفرض باكت تب ولا حاجة نبدأ نضحك ونقول لها ميسيلش ميسيلش خل تسب وقول لك تجي للدار عمريش أنا عملت لك حاجة تبدأ قاعدة على بنايك تتذكر بشوية هي ليه تبدأ وحدها نحط لها قيوتها نجيبها لها قد تقوم النوم نجيب لها قيوتها نجيب لها فطورها والله قالت الكل والله قالت الكل شنو السبب اللي يصير هذا الكل أنا مانيش حابة شنو السبب اللي يا بنتي هاو صار شريفة أنا والله ولدك إيش عنده ورش بنته ولدك يا ولدي ريت فرق آدم ايه؟ بعد فرق آدم طلبتهم أنا بعتوا هالي قادت عندي نهاير باتت من قدويك هزوها ما جابوهاش نكلمها نقول لها يا زين شوف العصب اسمين شو العصب كانوا راش أكثر منك أنا يزي شريف يا جعفر ولدي والله العظيم تصور ولدي باش يجي راه فيها هكايا وفن والطفلة تمشي على روحها والطفل يقعد خالد شريف اسمعني عندك حاجة واحدة تتسمى غلوطة عملتي غلوطة صغيرة مش غلطة هي غليتيطة عملتي غليتيطة صغيرة أنت يا خالد شريف المرأة خليتوها وحدها لا يا جعفر والله لا خالد اسمعني يا خالد شريف يا خالد شريف تو ما كنتي ميمتها ولا والله قدامي برشا خلوني برشا وحدي قلت لك خلوني برشا سي زعفر مش شويه ليه اسمع اسمع عام شويه شريف اخويتي عام شويه اخويتي قيتها مش دخل انت ميمتها تنجمي لا لا عندك بنيه ولا في الدنيا عندك بنيه ولا عندي بنيه به تنجمي تصبري على بنتك عام ما نصبرش عليها مادام هما يعملوا كي بالليل يسبوني يا لطف عليك ما يخلوا ما يقول فيا اخوها عالي يا بنتي انا قلت لك حضر الشيطان يا سيدي غلطوا منا غلطوا منا تو وش نصلحوا هنا قلنا حضر الشيطان موافقين مرة واحد يغلط حضر خالتي شريفة أي عاد أي أي ميسالش راهو الإنسان راهو سبحان الله ماناش معصومين من خطأ احنا يتنجموا توما تكونوا غلطوا وهما غلطوا يا خويا خلينا توا مادام ثم مسائل مازالت تتصلح هما ما يجوش لدارنا راهو أنا توكلوا على ربي قلت لك هما ما يجوش لدارنا الجملة راهو اي اي ما نجيش انا ما نجيش انا ما نجيش انا كيفاش تحبني باش نمشي لدارهم استنى استنى ليه سامحني عاد لحظة لا لحظة خالد شريف وصلي وصلي ما تمشيش هي لدارهم لحظة 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 شو باش نفسرلك حاجة انا قلت لك ثم اشكال صار كور سيركوي بين خوها مثلا وهو ما تعداش تسمع فيه مثلا مثلا يصير سي جعفر حركة صارت كذا ما عادش يتعدالي كذا تحلق ضر يا سيدي اي مادام ثم امل انه الحكايه تتصلح يجي نبنيو عم شقول لك باش نبنيو انا نمشي لخالتي الشريفه ومحمد الهادي نجيبوا النوار والازهار فهمني ولا نخلصوا الديون شوفوا كيش خلصوا الديون هذوكم فهمني ولا ونقصدوا ربي الدار لزينه فهمتني؟ كأنه خويا باش يطل على بنيته من أول جديد فهمني ولا؟ ولو كان ثم مكتوب أنكم باش تتواصلوا إن شاء الله ربي يتمم بالخير ولو كان ما ثمش مكتوب أنكم تتواصلوا تفارقوا وتفاهموا على كل بنية على كل طفلة وعلى نفقتها هي البنية احنا الزيارة باش نعملوها أنه يطل على بنيته مرحبا وأنا زاد نحب نجي نشوفها البنية مرحبا بكم سي نجيبوا كادوات وأشياء وكذا مرحبا فهمتني ونجيب معايا أمي شريفة تمشي معايا شو يا جعفر تمشي معايا سمحني سي باش نكلمكم بعدك نكلم ولدي احنا طفل أربع شهور ما ريناش طفل شكون؟ والدي اللي مات الله يرحمه ويرحمه ونقول له جيب طفل توحشين وجيب طفل ما هو البيت الله يرحمه سامحني عاد ما بيد الله يا عاد اربع شهور ما ريناش راهو ولدي مصبور في وسط السبيطار جابوه نهار 11 دخل السبيطار محروق نهار 12 في السبيطار نهار 13 توفى ولدي نهار 14 ولدي خرج للدفينة وانا خرجت معاه البقعه هذيك ما عادش نتيقها لا انا لا ابوه ما عادش طايقه حي زيتين نهبط له بمثال سامحني جعفر لحظه لحظه ما نالك عندك تتكلم لحظه كان هو ما يتيقوا كلامها لحظة لحظة كلامها صحيح مش معناتها كلامها صحيح عندي لحظة يا حاج عاد بيه لحظة بربي خلينا نتكلم أنا توا عبارة باش نكون المحامي نتاع الحاجة كيما كنت معاكم الحاجة قالت لك الدار هذيك اللي مات فيها ظنانة هما كيراو أنا باش نعطيك حاجة أختي زينة أنا وخيتي نمن
نمن بتبديل السروج. ان شاء الله فهمتيني. معناتها لو كان ثم الامكانيه انكم تكريوا، مش سبب هو انكم تكريوا تخرجوا تبدلي حتى المشهد العام حتى نفسيتك يا وخيتي. انا راني نعرف ايش قاعد نحكي. عندي شكون من العائله مرض كان ساكن في بلاصه، عملت له انا اتيود، قعدت نحكي انا وياه وكذا، قلت له اول حاجه تخرج من الدار هذه. اخرج يا وخي راي عتب. والله اخرج من الدار هذه، راهو مش في اطار التطير ودر شنو، لا لا لا، اخرج شوف بلاصه اخرى، شوف ناس اخرى، شوف فيو اخرى، فهمني ولا بالك ترتاح. اقسم بالله وارتاح. ايوه انت وخيتي اجي نعملوا مشروع. انا ماني قلت لك شنو نعمل لك وخيك، معناتها انا باش نعمل وخيك. اجي نعمل مشروع، قول لي جعفر وخي انا مثلا نحب نرتاح نعمل مثلا عام في بلاصه، فهمني ولا مش غادي اكريوا لي في البلاصه الفلانيه. قلت لك تونس الكل اللي باش تساندك نعملوا هكاك ولا اي ميساج بي سامحني نجم نحكي معاه. الحاجه كلامها صحيح، قلت لك انا غادي ما عادش نجم نجي. ميساج سامح، قلت لك هي اربع شهور قبل ما يموت الطفل ما شفناهوش. سامحني، هو مش اربع شهور، هو اكثر. شكون شدهم الاربع شهور باش نجم؟ لا يز يز يا ريم اسمع، راني نعرفك يا ريم، خاطر شريف راني عارفك. شكون شدكم باش يجيو ما تجيوش للدار؟ يزي بربي يزي بالكلام نتاعي. شنو شو مدخلك في الاصل انت؟ شو مدخلك؟ لا سامحني، انا عباره زينه نحكي معاه. شو لا خاطر شريف لا، انا عباره زينه نحكي معاه. هذيا هذي وخيتها هذيك يا لا مش وخيتها، وخيتها لا لا يزيك بلا وقفت معاها وقت اللي معاها حد يا ولدي. يزي بلا ما معاها حد، هم شهود ثم شهود الرجل معاها يا عم. لا مش كيما هذي، انا هو الرجل اللي معاها بعد وقف وراج خط شريفة راجلها وقف كيما المرأة هذي. شفتوا انت في الدار هذي؟ شو قلت سامحني سي جعفر، هذي من الورد تخرج معايا بالتوة. شو بقول لك؟ تخرج معايا من حي الزيتين الكل، للقهوة، للمرشي، اي كيما مشيت طلبت على ولدي. لو يقول لك شفنا راجلها باللي هي تجلطت، قلت لك اللي تحكيه خط شريفة الكل صحيح. باهي اي نقدموا يا خالتي شريفه. رب ثم ربي راهو يا خالتي شريفه. ثم ربي نقدموا نقدموا يا راجلك. ثم ربي يا خالتي شريفه نقدموا عليه نخليوه لكم. ما تنجمش لحظه ما لا 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 اختي لحظه اسمع خالتي شريفه. انا يا ولدي هاي مازالت موجوده، كل ما نقابل نقول لها يا زين عايش لكن نهار الخميس برك قلت لها يطلع معايا للدار. قالت لي لما نطلعش عليه بنيتي ما نطلعش، هيا اطلع. قالت لي ما نطلعش، هاي تصنت، انا راني ثم على رب برا، وراني باش ناخذ برد من الارض، نخاف واحد باش يبوت ما يعلش على روحه يطيح تو يطيح من بعد، ما نعملش الشر باهي ما نكذبش. باهي خالتي شريف، هذه المراه بالنسبه لي انا شوف انا لاني معاه لا ضد انها ترجع لراجلها، وانا باش نعطيك من الاخر انا راني ضد انها ترجع لراجلها، انا معناتها لو كان انا باش نتعامل خوها توا ما نعطيهاش المرأة هذه راجلها. أما أنا عايش اختي لحظة إلا إذا كان مثلا أنا فرضا هذه أختي خالتي شريف، أغزرس مش نعطيك حاجة، أنا هذه أختي بالحق توا بعد شوية مدام، أنا توا هذه وخيتي في الوضعية هذه، فهمني ولا مريضة فقدت ظنها كيما ولدك فقد ظنها. أنا مستحيل نعطي أختي وهي في الوضعية هذه وراجلها ماهوش جاري في حظوظها. لو كان راجلها مثلا ونتفقوا ونحكيوا في الاوف وراجلها قال انا شاري مرتي ونقلوا من غادي وكذا وتبدا الحكايه اللي عنده لوجيك. مثلا نعطيك مثال، نقعد قدام الناس الكل، لو كان هو يقول لي انا راني ما عادش نمشي غادي لانه مانيش مرتاح نفسانيا، تصير انا يخيلي معاش مرتاح نفسانيا شاري مرتي اما نحب نهج من غادي انا ناقف معاه. فهمتي؟ لو كان يقول الدار هذيك معاش نجم ندخلها انا ناقف معاه، معاش نجم ندخلها باش خاطر مرتي. لا الخطر اللي صار باهي، انا ادعوك حاجه باش ما نضغطوش توا وكذا، لا انا مع هذا لا انا مع ذاك، ولكن انا ادعوك توا تقعد مع روحك تكون انت قاصد خير يا حاجه، انت ظاهره نفس مؤمنه ومراه باهيه، فهمني ولا؟ وولدك زاده انا متاكد اللي هو تاعب نفسانيا، تاعب، فهمني ولا؟ لو كان ثم كيفاش نجموا نقعدوا وبالطريقه اللي قلت لك عليها انا، انه يكون جاري في حظوظها هي، فهمني ولا؟ فبها لو كانوا في المكتوب زاده فبها، ولكن يا حاجه يجاو على الاقل نعملوا زياره حتى في قهوه انا وياك وولدك والمراه هذه، فهمني ولا؟ والبنيه يشوف بنيته وننظموا وقتاش يشوفها لو كانوا فيها المكتوب، اتفقنا؟
باهي سامحني سي اتفقنا لحظه ما اتفقنا اش نعملوا ترى اعطيني اعطيني انت البرنامج والله يا جعفر انا ماذا بيا هذا الكل ما صارش لا لا اخطانا من الماضي اعطينا البرنامج انت اعطيني برنامج انت اعطيني برنامج انا باش نعاونك فيه شنو هو طلباتك انا ننفذ لك انا ماذا بيا يا جعفر اعطيني برنامج انا انت مك امي انا باش ننفذ لك اطلب ترى انا ماذا بيا شنو اللي ماذا بيك ماذا بيا يتقابلوا مرته ويقعدوا ولا خاطر ما بيناتهم حتى شيء وثم ربي في الدنيا وما بيناتهم لا عرك لا شباط لا حتى شيء انت شنو تحب انا باش ننفذ لك اطلب مني انا ماذا بيا وليداتي يتلموا وبنيتي تجيني وذاك كان هما ما عينهمش وحدهم هذيك حاجه اخرى صحيت صحيت يا شريف اما انا راه الوت البارح قلت لك شديتها يا زين هاي صحيت يا شريفه شريفه تقول اجي نختموا هكا برسم صميميتكم خلي تمشي لبرا خاطر تعب شريفه تقول انا ماذا بيا يرجع ويتلم الشمل وبنتي ترجع عندي بنتي راهي المقصود حسب ما فهمت هي زينه ما هو بنتك هذيك ولا هي زينه وعايشه زينه وعايشه الله الله باه دونك ماذا به ولكن قلت لك لو كان هما الشيء ما عادش متعدي انا ما ندخلش كيفنا نحن بالضبط كيفك انت بالضبط انت ساعي في الخير حب تحيه كبيره برشا لها ريم اقوى برشا اقوى برشا اقوى برشا يعطيك الصحه يعطيك الصحه نعمل اخت انت نعمل اخت والله العظيم لا بيناتكم شيء وهذه نعمل ام حب تحيه كبيره برشا لها شريفه باش نتواصلوا مع بعضنا لشريفه داكور دو شرفتنا بالحضور تحية كبيرة برشا ليك تفضل لشريفة يعطيك ألف صحة سيس روح سيس روح سيس روحك لشريفة تو نحكيو بأكثر تفاصيل سمعتني تو من بعد نحكيو بأكثر تفاصيل فهمني ولا واللي تحبوا أنت تو نطبقوه تحية ليها بربي لشريفة زينة نعمل أخت والصديقة فهمتني ولا ما محلاك امرأة عندك ابتسامة ستعود أقوى برشا ابتسامة ربي صوروا لي وجهها زين من الابتسامة محلاك ربي بعث فيك قوة رغم اللي صار الكل الحمد لله ونعمة بالله والله العظيم ريت أنا مثلا بعد ما نفرجوا في الحلقة بتاع الليلة مش نحمد ربي ياسر قول أنا الحمد لله يا ربي شنو صار لي ما صار لزينة مسكينة فهمني أنت باش تمنع وباش تتجاوز بالإيمان وخاصة الجانب النفسي وباش ننصحك نصيحة خو إيجي نشوفه تنحكي معك الريم إيجي نشوفه لازينا نكريولها في بلاصة هذه طن نشوف أنا نكريولها في بلاصة فهمني ولا بعيد على البلاصة هذيك بلاصة قريبة للبحر شوي والله ودي نفهم أنا راني في بالك أنا والله نفهم والله S plus 1 S plus 1 ثم نفوس باهرة S plus 1 بلاس هكا فهمني ولا قريبة للبحر ولا بلاس هكا فيها شوية خضار ونحاولوا البنية هذيك تشوف بوها نعملوا لقاء بينها وبين بوها فهمني أنا باش نكون بحذاكم كأني خالتكم قاعدة بحذاكم في أي وقت فهمني وأنا كيما خالكم يا ربي قلت خالتكم كيما خالكم قاعد في وسطكم وكذا البنية بحذاكم وكذا تحبوا نهز البنية نعمل كويس تاي كذا فهمني حكيت ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى فهمني ولا ميرسي بوكو يعطيك الف صحه يعطيك الصحه استاذ ياسر استاذ ياسر او شيح شيح على اساس تفضل اي تفضل اعزائي المشاهدين محلاها زينه ومحلى تحداها ومحلى قلبها ومحلى العزيمه ان شاء الله ان شاء الله زينه يا زينه وربي ادعو كما حكيت في اول الحلقه الجروبات فهمني ولا لي باج انهم يقفوا الليله الزينه باش نجموا على الاقل نرجعوا لها الامل ان شاء الله زينه.